السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. تواصل الدوريات الأوروبية استئناف نشاطها بعد فترة التوقف الدولي، حيث سيلعب يوم غد السبت 21 من نوفمبر 2020 في الدوري الإسباني نادي برشلونة ضد غريمه أتلتيكو مدريد على الساعة 9 بتوقيت الجزائر. أما القنوات الناقلة المجانية فستكون أم لا ليغا تي في بار، وكذلك أم لا ليغا الأولى وموفي ستار لا ليغا. وسيواجه نادي ريال مدريد الإسباني نادي فياريال على الساعة 4:15 بتوقيت الجزائر. أما القنوات الناقلة المجانية فهي أم لا ليغا تي في بار وأم لا ليغا الأولى وكذلك موفي ستار لا ليغا. وبخصوص الدوري الإيطالي فسيواجه نادي كالياري الذي يلعب في صفوفه آدم مناس الجزائري ضد يوفنتوس. وبخصوص القنوات الناقلة المجانية فهي فاموس بار الأولى وكذلك أم لا ليغا دو كامبيونس. وستنطلق المباراة على الساعة 8:45 بتوقيت الجزائر، وسيلعب في نفس الدوري نادي لاتسيو الذي يلعب في صفوفه الجزائري محمد فارس ضد كارتوني على الساعة 3 بتوقيت الجزائر. أما القنوات الناقلة فهي بيان سبور ماكس 9 بالإضافة إلى الدازن وسكاي جو إيطالي. وبالنسبة للدوري الألماني سيلعب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ ضد أوجسبورغ على الساعة 3:30 بتوقيت الجزائر عبر قناة بيان سبور ماكس 6 وشبكة قنوات سكاي سبورت. وسيلعب في نفس الدوري نادي بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن على الساعة 3:30 بتوقيت الجزائر على قناة بيان سبور ماكس 5 وشبكة قنوات سكاي سبورت. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.